أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أحداث اليوم على شاشة أكسترا نيوز. أنا شادي شاش ونبدأ بأخبار هذه الحلقة. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وأحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك أثناء تفقده للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعة والمالية والإنتاج الحربي والبترول والتنمية المحلية والبيئة والداخلية والنقل، بالإضافة إلى البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع. كما تفقد الرئيس أجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع على أحدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر تطورات تلك الصناعة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية المتقدمة التي تليها الدولة لمبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، نظرا لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاك المتقدمة بأخرى جديدة تماما من أحدث الطرازات، وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة وبتسهيلات تمويلية كبيرة، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركة في المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بحضور رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والمالية والتنمية المحلية والنقل ومستشار الرئيس للشؤون المالية. وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أوضح أن الدولة أطلقت تلك المبادرة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة ضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كافة مكونات البنية الأساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعي أو شبكة محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية أو مراكز الخدمة والصيانة. هاتفيا معنا المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بك يا فندم. إذن افتتح الرئيس السيسي اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، الدولة تولي أهمية كبيرة لهذا المشروع، لو تشرح لنا أهميته لو سمحت. والله أهميته متعددة، بتخدم الدولة من جهة وبتخدم المواطن من جهة أخرى، بتخدم الصحة العامة من جهة ثالثة، لكن في الأساس هو أن التكنولوجيات المستخدمة في تحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة بتتطلب الآتي: أولا أنك يكون عندك
ثروة قومية من مكونات بتساهم بشكل كبير جدا في تلك المبادرة. مصر الحمد لله ربنا حباها بالغاز الطبيعي، عندنا تكنولوجيا تحويل السيارات بالعمل للغاز الطبيعي، وعندنا أصبح لنا خبرة كبيرة جدا لأن احنا بقالنا في الموضوع ده بقالنا في تطبيقاته أكثر من 20 سنة، لكن التوسع فيها كان بطيء جدا. الرئيس والقيادة السياسية اهتمت جدا بالموضوع ده وابتدى التوسع بشكل كبير قوي في الفترة الأخيرة طبقا لتوجهات الرئيس وتوجهات القيادة السياسية، وده بسبب ان احنا ازاي نستبدل وارداتنا من الخارج بطاقة بديلة من مكونات محلية. أيوه. وهي دي الفكرة الأساسية. فطبعا ده احنا هنستغنى قريبا بهذا التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والمركبات ذات الحمولات الكبيرة، ان احنا هنستعير عن ذلك بالبنزين المستورد من الخارج والسولار المستورد من الخارج بكميات كبيرة جدا بحيث ينخفض معدلات وارداتنا منها، وبالتالي هيحصل تحسين كبير جدا في ميزان التجاري المصري ويحصل تحسين كبير جدا في ميزان المدفوعات، وبالتالي ميزانية الدولة هتتحسن بشكل كبير جدا. من ناحية أخرى صحة المصريين، ودي نقطة مهمة جدا، صحة المصريين تأتي بقى في المقام الكبير، لأن طبعا كمية الانبعاثات الناتجة من الغاز الطبيعي أو السيارات الكهربائية وتظهر الشك أقل كثيرا من الانبعاثات الغازية الصادرة من مركبات البنزين والسولار اللي بتعمل بالبنزين العادي والسولار، وبالتالي احنا هنحسن الجو بشكل كبير جدا، هينعكس ده على صحه المواطن في كافه انحاء مصر خصوصا في المناطق المزدحمه، وبالتالي هيحدث تحسن كبير جدا في الصحه العامه، هيوفر في ميزانيه العلاج علاج المواطنين المصريين بشكل كبير جدا ومؤثر، وده هيبان تاثيره فيما بعد. الحاجه الثانيه ان المواطن المصري هيشعر بتحسن كبير جدا في دخله، لان الغاز الطبيعي سعره اقل كثير جدا من البنزين او السولار اللي هو البديل البترولي، وبالتالي المواطن هيقدر احواله الماديه في بالنسبه لسيارته الخاصه هيتحسن بشكل كبير جدا، ومصروفه الشهري من اعباء الوقود هتتحسن باقل من النصف، وبالتالي العائد على الاسره المصريه بيبقى كبير جدا. وطبعا يعني ايضا السيارات المتقدمه هيتم استبدالها، وده هيحسن كثيرا ايضا من البيئه، لان احنا عارفين طبعا انه السيارات القديمه هي بتصدر انبعاثات اكثر. بالظبط كده، السيارات القديمه معدلات انبعاثاتها يعني اولا هي لا تطابق اي مواصفات بالنسبه كتصنيع. ايوه. وبالتالي هي متقدمة جدا، بالتالي كمية الانبعاثات الغازية والغازات الضارة بالبيئة وبالصحة العامة للمصري كلها هي مؤثرة جدا، وهي يمكن من أساس الأمراض الصدرية اللي بتحصل في الكثيرين من المصريين بيعانوا منها خصوصا في فترات اللي هي الانحصار الجوي يعني. وطبعا في ايضا يعني هذه المبادره طبعا مرتبطه بهذا المشروع يا باشمهندس، المبادره القوميه لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، هيكون فيها بقى برامج تمويل وتسهيلات متعدده هتتاح للمواطنين. بالظبط كده، لان هنا الدوله يهمها مرحلتين، يعني الدوله هنا يهمها حاجتين مهمين جدا، ان احنا نقلل وارداتنا من الخارج ونحسن صحه المصريين ونقلل ميزانيه العلاج. يعني خلي بالك يعني احنا لو نشوف التاثير الصحي او تاثير ميزانيه العلاج نتيجه تلك الانبعاثات هنلاقيها ان هي مكلفه جدا، وفي برضه بعض البرامج وبعض الدراسات يمكن حددتها بمليارات الجنيهات سنويا مصر بتتحملها نتيجه تاثير الانبعاثات انبعاثات السيارات والميكروباصات وخلافه على الصحه العامه المصريه، تاثيرها بيكلف الدولة المليارات من الجنيهات سنويا. طيب يعني ايضا تفقد الرئيس الجناح الحكومي لضم وزارات التجارة والصناعة والمالية والانتاج الحربي والبترول والتنمية المحلية والبيئة والداخلية والنقل، وطبعا الهيئة العربية للتصنيع. احنا بنشوف طبعا كبرى ايضا الشركات العالمية في الصورة اللي موجودة قدامنا المتخصصة في هذا المجال. الحقيقة يعني انه هذه هي مشروعات متكاملة هدفها توفير طاقة نظيفة بتعمل بالغاز الطبيعي، تحسين البيئة، تحسين دخول أيضا المواطنين، يعني شيء متكامل يا باشمهندس. بالظبط كده، وكمان هنا النقطة الثانية المهمة إن مصر النهاردة بتسعى
ان هي بتدخل وحدات التحويل هتبقى تقريبا احنا دلوقتي بنصنع جزء كبير منها، ان شاء الله في القريب العاجل هنصنعها بالكامل داخل مصانعنا المصريه بقدرات مصريين برضو. واحنا اصبحنا بقى بنعاصر التطور الكبير جدا في كيفيه تحويل السيارات سواء الحديثه واللي بتعمل بالبنزين او السولار بتحويلها بالغاز الطبيعي خصوصا، والا بقى السيارات اللي هي اساسا مصممه لانها تعمل بالغاز الطبيعي اللي احنا هندخلها مكان السيارات القديمه. لكن الفكره كلها انها يعني فكر متكامل من ناحيه وفر للمواطن المصري، من ناحيه تحسين الصحه العامه للبيئه والمواطن المصري، من ناحيه اخرى خفض ميزانيه العلاج المواطنين، من ناحيه ثالثه ان احنا تخفيض وارداتنا من الخارج، من ناحيه رابعه بقى ان احنا تشجيع الصناعه المحليه في دوائر تحويل الغاز الطبيعي، دوائر تحويل السيارات اللي عمل بالغاز الطبيعي بايادي مصريه وبقدرات مصريه. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، شكرا جزيلا لك. وقعت المصرية للاتصالات أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا اتفاقية مع شركة جوجل العالمية يتم بموجبها تقديم خدمات عبور للحركة الدولية الخاصة بشركة جوجل على مستوى بروتوكولات الإنترنت، والتي تعد الأولى من نوعها في مجال خدمات العبور من خلال الشبكة الدولية الأرضية المصرية للاتصالات عبر الأراضي المصرية، كما يتم بموجبها حصول شركة جوجل على ساعات دولية لأوروبا عبر البحر الأبيض على نظام الكابل البحري المملوك للشركة المصرية للاتصالات. وستقوم المصرية للاتصالات من خلال هذا المشروع بتوفير أعلى مستويات الحماية لحركة مرور البيانات الخاصة بشركة جوجل من خلال محطات إنزال الكابلات البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، والتي يتم ربطها بعدة مسارات أرضية عبر الأراضي المصرية، حيث تقوم الشبكة بإعادة توجيه حركة مرور البيانات الدولية الخاصة بشركة جوجل من مسار إلى آخر عند اللزوم بمرونة عالية وبشكل تبادلي فائق السرعة في زمن توجيه لا يتعدى 50 ملي ثانية. وبالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم أعلى مستويات الإتاحة للحركة الدولية العابرة لشركة جوجل مع نظام متابعة جودة الخدمة المقدمة. نتابع مع حضراتكم الآن جزء من جولة لوزير الصحة الفرنسي لمتابعة عمليات تطعيم العاملين بالقطاع الصحي. لا وما زلنا في ملف كورونا، ومن فرنسا إلى لبنان، حيث حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من خطورة الوضع في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا. وقال دياب خلال اجتماع للجنة الوزارية إنه لا توجد أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة جراء تزايد الإصابات بكورونا، وأشار إلى أن الإقفال وحده لا يكفي لمواجهة تفشي الفيروس، وطلب دياب في الوقت ذاته بأن تكون هناك خطوات سريعة لاحتواء الوضع.
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فريشنين إن دعوات بعض الدول لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام في سوريا تقوض الأداء المستقر للمؤسسات الرسمية في هذه الدولة. وأضاف أنه بالرغم من العوامل السلبية والقيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، تواصل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا العمل في جنيف. وتابع أنه من المقرر عقد الجولة الخامسة من المشاورات بين الأطراف السورية في الفترة من 25 إلى 29 من يناير الجاري، وخلالها ستتم مناقشة المبادئ الدستورية، وسيتعين كذلك البحث بجدية عن حلول مقبولة للجانبين، مشيرا إلى أنه في غضون ذلك تظهر تصريحات في بعض المحافل الدولية حول التبني العاجل لدستور جديد وعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا. ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو المحلل السياسي الروسي فيتشلاف ماتوزوف. بعد التحية لك سيد فيتشلاف، إذا نائب وزير الخارجية الروسي يعني ينتقد دعوات بعض الدول لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقررة في سوريا هذا العام، إذا نفهم من هذا التصريح أنه روسيا هي مع إجراء هذه الانتخابات وتعضدها؟ طبعا كل انتخابات في سوريا هي انتخابات مبنية على الدستور الروسي، الدستور السوري فاعل، لذلك سوريا تعيش اليوم بدستور القديم، وحسب هذا الدستور هناك العملية انتخابية لرئاسة لبرلمان يجري تقليديا، يجري مفاوضات طبعا في جنيف حول الدستور الجديد، وروسيا تشجع هذا المحادثات والحوار السوري سوري في جنيف لحتى يصدر الدستور الجديد، وعلى أساس هذا الدستور الجديد سوف يعيد الانتخابات النزيفة وحرة تحت المراقبة الأمم المتحدة. ولكن نحن نشاهد اليوم المحاولات مستمرة للولايات المتحدة الأمريكية بأي ثمن تقليب دولة السورية، تقليب النظام حاكم في سوريا لحتى يغيروا قيادة الحالية. هذا خطوات الغربية أمريكية غير مشروعة، وكذلك كل هذه المحاولات إسقاط النظام تجري عبر أراضي تركيا بدعم كبير من قبل الحكومة التركية وإردوغان كرئيس الدولة التركية شخصيا. لحتى الآن تركيا متفقة مع أمريكان في هذا الأمر. نحن بكل حال من الأحوال كنا ندعم الجيش العربي السوري وسلطة سورية الشرعية بمكافحة الإرهاب الدولي، وكما نحن نعلم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا أن منظمة الإرهابية التي تعمل في سوريا ضد السلطة الشرعية هي داعش الذي أسسها الإدارة الأمريكية بارك أوباما. هذا الكلام مش إلى أنا، هذا كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن هنا ممكن نستنتج أن كل المحاولات الأمريكية لتقليب النظام في سوريا تستمر حتى في ظروف الصعبة اقتصاديا بعد تدمير الدولة خلال 10 سنوات من حرب الأراضي السورية. الآن تحتاج سوريا للمعالجة جرح الحرب، ولكن نحن الآن نسجل محاولات واضحة من قبل أمريكا أن يشنكوا سوريا كدولة العربية مستقلة بعد أن خرجت من الحرب الدموية مدة 10 سنوات مرتين أطول من حرب العالمية الثانية، وهذا أمر غير مقبول ولا إنسانيا ولا سياسيا. وروسيا طبعا تستمر في دعم الشعب السوري والسلطة السورية أن يتبع الأمور، وعلاقات كلها مع السلطة السورية تتبنى على هذا الأرضية.
طيب، يعني أنت تقول سيد فيتشلاف أنه من ضمن الدول طبعا التي تعارض إجراء هذه الانتخابات الولايات المتحدة. الآن الولايات المتحدة مقبلة على إدارة جديدة بقيادة جو بايدن، هل تعتقد أنه يعني سيكون هناك اختلاف في رؤية الولايات المتحدة تجاه الوضع في سوريا مع قدوم الإدارة الجديدة، أم يبقى الوضع على ما هو عليه؟ أنا لا أتوقع أي تغيير في موقف الأمريكي، هذا موقف دولة العمق أمريكية من كل العالم الإسلامي، عالم العربي. كل محاولات الإدارة باراك أوباما وهيلاري كلينتون لتقليب العالم العربي، ونحن نعمل جيد، نذكر جيدا إسقاط النظام في تونس، إسقاط معمر قذافي وتدمير الدولة الليبية، وهناك محاولة تدمير العراق وسوريا، وكانت جهود ضخمة لتشجع المنظمات الإرهابية بما فيها داعش كما ذكرت، وكذلك إخوان مسلمين الذين كان وراءهم كذلك الولايات المتحدة الأمريكية بكل قدرتها السياسية ودبلوماسية والعسكرية. وكل هذا دليل على أنه نحن لا نتوقع شيئا جديدا. نتمنى أن يكون الإدارة الجديدة أكثر معقلة ممكن نقوله بالنسبة لأوضاع في شرق الأوسط. أوضاع في شرق الأوسط مقلقة في كل أنحاء، من الشرق إلى الغرب، من اليمن إلى ليبيا، من سوريا إلى أردن كذلك، وقضية فلسطينية. لذلك كل هذه المسائل تحتاج الاهتمام. أنا أعتبر أنه تنسيق الروسي مع دول عربية وقبل كل شيء مع مصر كدولة الرئيسية، دولة المحورية للعالم العربي، هذا أمر يمكن أن يتأثر إيجابيا على كل المحاولات لتقليب العالم العربي، العالم الإسلامي من الداخل. طيب سيد فيتشلاف، يعني أنت تقول أن سوريا الآن هي تسير على الدستور القديم، ولكن يعني ما نعرفه أيضا أن اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا حتواصل العمل في جنيف بمشاركة طبعا الأطراف السورية في الفترة من 25 إلى 29 من يناير الجاري. هل تعتقد أنه من الممكن للأطراف المشاركة في هذه المحادثات، محادثات اللجنة السورية، أن يتوافقوا على تشكيل دستور جديد؟ طبعا نحن ننتظر، لأن اجتماع الأطراف السورية في جنيف هذا قرار الذي أيده قرار المجلس الأمن الأمم المتحدة، ولذلك نحن ننتظر عندما أطراف السورية المعارضة والموالية سوف يتفقوا على النسج. أسس هناك لجنة دستورية مؤلفة من أنصار الحكومة وأنصار المعارضة، وكذلك أنصار من طرف الثالث، طرف المجتمع المدني، وننتظر القرار، قرار النهاية. يطول هذا عمل، يطول بمبررات مختلفة، ولكن روسيا مع اتخاذ القرار في أسرع الوقت ممكن، وقدمت أفكارها حول الدستور السوري الجديد، يمكن أن يكون كأرضية للمناقش، ليس هذا فرض على أطراف سورية فكرة روسية، ولكن هذا كمشروع الدستور الذي يطرح للمناقشة، معرض لتعديلات من كل الطرفين. ولذلك روسيا عملت كل شيء بوسعها لكي يسرع، لكي يشجع عملية الحوار السوري حول الدستور الجديد. من هو ضد هو قوة المتشددة الذي هو وراءها. طيب. الإخوان المسلمين في تركيا وداعش، ومع الأسف الشديد الإدارة الأمريكية. إدارة أمريكية باراك أوباما وحتى دونالد ترامب، على جمال خلال 4 سنوات وما مسك الإدارة حقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية، كان في موقف الدفاع من أجل سلطته وليس في حل القضايا الدولية. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل. كنت معنا المحلل السياسي الروسي السيد فيتشلاف ماتوزوف.
شكرا لك. ستخفض فرنسا على الأرجح عدد جنودها في قوة برخان والتي تقاتل المتمردين في منطقة الساحل الإفريقي بعد إحراز نجاحات عسكرية كبيرة في عام 2020. قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إن المتمردين يمارسون الأساليب المؤدية وذلك بعد مقتل 5 جنود فرنسيين في مالي. وأضافت بارلي في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الاثنين: سنضطر على الأرجح إلى تعديل هذا الانتشار، فالتعزيزات بحكم تعريفها إجراء مؤقت بعد إرسال تعزيزات قوامها 600 جندي ليصبح عدد القوة أكثر من 5000 جندي في عام 2020. أشارت بارلي إلى أن القرار سيتخذ في القمة المشتركة المقبلة بين فرنسا ودول الساحل الخمس الكبرى في فبراير. عبر سكايب من باريس الدكتور نضال شقير أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية. أهلا بك دكتور نضال. وفرنسا ستخفض قواتها جنودها التي تنتشر في منطقة الساحل الأفريقي، كما قالت فرنسا أن ذلك يأتي بعد إحراز نجاحات عسكرية كبيرة في عام 2020. أولا يعني هل هذا القرار نهائي وكيف سينعكس هذا على الوضع في دول الساحل الأفريقي؟ مرحبا بك. يعني هذا القرار هو قرار أعتقد أنه قرار استراتيجي يأتي يعني بعد تغيرات استراتيجية على الأرض وتغير قواعد الاشتباك خاصة في مالي. يعني نحن نعرف أنه منذ العام 2020 وبعد النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات الفرنسية بمساندة بعض القوى الأخرى، هناك تغير في قواعد الاشتباك. يعني نحن يعني نادرا ما وجدنا أنه كان هناك اشتباكات مباشرة، فبالتالي يعني يمكن هذا الأمر يعني يطرأ إلى تخفيف هذه التعزيزات الفرنسية في هذه المنطقة، وذلك من أجل أيضا الحد من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها. يعني هي حققت إنجازات كبيرة لكن في المقابل يعني كان هناك خسائر كبيرة يعني بالنسبة للفرنسيين في هذا العام المنصرم. ولكن يعني كيف سينعكس هذا على يعني محاربة الجماعات الإرهابية المنتشرة في هذه المنطقة؟ يعني بالنسبة للرؤية الفرنسية مكافحة الإرهاب مستمرة. يعني لا أعتقد حتى يعني هذه التغيرات ستكون تغيرات جذرية. يعني نحن نعرف أن التزامن مع بعض تخفيض العديد الذي كان هو عملية تعزيز عسكرية يعني ولم تكن انتشار مكثف يعني متفق عليه في الأساس. ولهذا يعني أشارت وزيرة الجيوش الفرنسية إلى أنه سيتم الاتفاق على عملية تخفيض هذه التعزيزات يعني بما يتناسب مع الأرض وما يتناسب يعني مع حاجات تلك الدول، وبالتالي يعني سيتم هذا يعني كيفيه ونوعيه هذه الانسحابات في القمه المقبله في نجامينو، فبالتالي لن يكون هناك اعتقد تداعيات. يعني اصلا ستكون عمليه التخفيض او الانسحاب هي عمليه تكتيكيه ولن تكون يعني مؤثره بشكل كبير. هل تعتقد دكتور انه يعني هذه الانسحابات او تخفيض القوات فقط لانه تم احراز نجاحات كبيره ام لان هناك جنود فرنسيون يقتلون في عمليات ارهابيه؟ يعني للاسف يمكن القول انه السببان هما يعني سببان بديهيان لعمليه، هي ليست عمليه انسحاب بل هي اكثر يعني عمليه تخفيف التعزيزات التي كانت. يعني نعرف انه القوات الفرنسيه يعني بسبب الاجواء السيئه والعمليات يعني الوضع الامني السيء قد قامت بتعزيزات كبيره في السنه الماضيه وذلك من اجل تحقيق تقدم. القوات الفرنسيه استطاعت ان تحقق يعني نجاحات كبيره، اغتالت ويعني استطاعت تصفية عدد كبير من قادة تلك الجماعات الإسلامية، وحتى كما ذكرت لك يعني حتى المواجهات مع تلك الجماعات الإرهابية لم تعد هي مواجهات مباشرة بل هي يعني معظم ضحايا الفرنسيين يذهبون في ألغام أرضية حتى هي تهدد أكثر، يعني ليس فقط العسكريين، هي تهدد يعني من يمر في تلك المكان من كان مدنيين أو غيرهم. فبالتالي أعتقد قواعد الاشتباك وأيضا يعني عمل الخسائر البشرية مهم أيضا، يعني هما ما يدفع فرنسا لاتخاذ هذه الخطوة. أخيرا دكتور، يعني هذا القرار الذي سيتخذ في القمة المشتركة المقبلة بين فرنسا ودول الساحل الخمس الكبرى فيما يتعلق بتخفيض عدد القوات، هل تعتقد أنه أيضا سيتم تغيير في إعادة انتشار يعني القوات الفرنسية يمكن في مواقع أخرى غير المواقع المتواجدة بها الآن؟
يعني اعتقد هذه معلومات يعني وخطط عسكريه، لا اعتقد يعني اصلا عمليه اليسار سيتم التطرق لها. لكن كما ذكرت لك يعني اصلا الرؤيه الفرنسيه تعتمد هي على حل عسكري في المقام الاول، لكن يعني بعد الحل العسكري نحن بالحرب لا يمكن ان تدوم الى الابد، فبالتالي يجب ان يكون هناك تفاهمات سياسيه ويجب ان يكون تنميه في تلك المناطق من اجل القضاء على تلك الجماعات. ويعني اصلا هذه عمليه التعزيزات نحن نعرف يعني اصلا يعني سيتزامن مع خروج القوات الفرنسية أيضا يعني قدوم قوات أخرى يعني، فبالتالي كل هذه الأمور هي أمور مرتبطة. يعني الهاجس الأساسي لفرنسا ولدول يعني الساحل الخمس الكبرى هو استذباب الأمن، فأعتقد أن كل القرارات التي ستتخذ في القمة المقبلة ستراعي يعني الاستكمال استذباب الأمن في تلك المنطقة، فبالتالي يعني أي قرار لن يؤثر باعتقادي لن يكون له تداعيات سلبية ومؤثرة كبيرة على الأمن في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل، كنت معنا عبر سكايب من باريس الدكتور نضال شقير أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية. إجراءات جديدة تتخذ في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع الاستعداد لدخول مرحلة جديدة من العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي عقب تنفيذ البريكزيت وخروج المملكة من الاتحاد. قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف إنه ستكون هناك لحظات صعبة تواجه الشركات والمسافرين في المملكة المتحدة عندما يتعاملون مع القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي. كما حث غوف الأشخاص الذين يسافرون إلى دول الاتحاد على إجراء فحوصات إضافية بما في ذلك رسوم تجوال الهاتف المحمول. ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة الخاصة بما بعد بريكزيت ودخولها حيز التنفيذ منذ الأول من يناير الجاري. بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة تواجه بريطانيا أول اختبار فعلي لها بعد خروجها من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي مع عبور آلاف الشاحنات الحدود عبر بحر المانش، فللسماح لها بالتنقل على طرقات مقاطعة كينت البريطانية ينبغي على الشاحنة الأوروبية أن تحصل على إذن يوفر إلكترونيا أنها استكملت مسبقا المعاملات الضرورية، ويواجه المخالفون غرامة قدرها 300 جنيه استرليني. وتخشى الحكومة أن يتوجه سائق الشاحنات إلى دوفر من دون هذا الإذن، ما قد يؤدي إلى تأخر واختناقات في هذا المرفأ ومحيطه. وترى الحكومة أن غالبية الشركات الكبيرة باتت جاهزة لاحترام القواعد الجديدة، إلا أن نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة قد لا تكون اتخذت الإجراءات الضرورية للتصدير إلى أوروبا. وتضاف المعاملات الجديدة عند الحدود إلى لزوم خضوع سائق الشاحنات لفحص كورونا قبل 72 ساعة على الأقل من عبورهم بحر المانش، على أن تكون نتيجته سلبية في إجراء فرضته فرنسا لتجنب دخول مصابين إلى أراضيها. وسيكون نجاح مرحلة ما بعد بريكزيت أساسيا لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يجد نفسه أمام ملفات أخرى ملحة، إذ تعاني المملكة المتحدة من فيروس كورونا المستجد بقوة مع أكثر من 75 ألف حالة وفاة، وهي من أسوأ الحصائل في أوروبا مع ما يرافق ذلك من أزمة اقتصادية. ويهدد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وحدة البلاد، إذ تضغط رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون على الحكومة البريطانية لتمنحها حق إجراء استفتاء حول استقلال بلادها. وفي حال فوز داعمي الاستقلال، وعدت ستورجون بانضمام اسكتلندا التي صوتت بنسبة 62% ضد بريكزيت إلى الاتحاد الأوروبي. للمزيد تنضم إلينا عبر الصوت والصورة دكتورة سارة كيرا الخبيرة في الشؤون الأوروبية. بعد التحية لك دكتورة، إذن يعني وفي البداية بعد تنفيذ البريكزيت وخروج المملكة رسميا من التكتل الأوروبي، ما الصعوبات التي ستواجه المملكة المتحدة الآن؟ أهلا بك يا فندم. هو تقريبا بوريس جونسون رجع لقبول نفس ما اعترض عليه في الاتفاقية أو البلو برينت اللي كانت قدمته تريسا ماي السنة اللي فاتت، على الرغم من المفاوضات دي ما قعدتش كتير بالنسبة لإقامة اتفاقية تعاونية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، خدت 9 شهور بس. أعتقد في الآخر وافقوا على نقاط بانت النقاط الخلافية
الصيفية اللي كان الأكثر من مجرد ملف الصيد. من الواضح أن هتكون يعني هو هي مش هيكون في صعوبات غير على سلسلة التوريدات وحكاية فرض التشيكس أو إن هم يراجعوا المنتجات اللي داخلة من الجانب البريطاني للاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي ممكن يبدأ في وضع بعض المعوقات على بعض المنتجات الواردة من الجانب البريطاني، بالأخص أن الواردات للاتحاد الأوروبي من الجانب البريطاني تمثل 40% من الاقتصاد البريطاني، وأهمها قطاع الخدمات اللي هيواجه صعوبة لأن مش هيكون في حرية كبيرة في حرية تحرك رؤوس الأموال والخدمات، على الرغم من ان ده وارد في الاتفاقية ولكن مش هيكون بحرية مثل قبل، وقطاع الخدمات بيمثل 80% من دخل الاقتصاد البريطاني. فالنهاردة واضح ان الاتحاد الاوروبي اثبت ان الخروج من الكتلة الاوروبية والسوق المشتركة والكتلة الاوروبية ككتلة اقتصادية ليس سهل، حتى وان كانت بريطانيا لم تكن عضوا في اليوروزون او في الوحدة النقدية في الاتحاد الاوروبي. يعني ما افهم من كلامك انه الاتحاد الاوروبي يعني ينوي يعني لبريطانيا أن تشعر أنها خسرت كثيرا جراء هذه الاتفاقية أو هذا الخروج من الاتحاد؟ بالضبط يا فندم، دعني يعني أسرد لحضرتك كده هم اتفقوا على إيه اختصارا. هو أهم النقاط اللي اتفقوا عليها هي الاتفاقية طبعا 1200 صفحة واخدة شكل تعاوني تجاري. أهم حاجة فيها القيم الأوروبية وأن بريطانيا لا تمس بالقيم الأوروبية المتعلقة بالسوق المشتركة، وهي الأربع حريات الأساسية في السوق المشتركة، وهي حرية تحرك البضائع والخدمات والأفراد. تمام؟ فده اتحط في الاتفاقية أن ده لا يجب المساس به، خاصة مع أيرلندا الشمالية. كمان الاتحاد الأوروبي تجنب قصة ان هو يبقى فيه هارد بوردرز او حدود فعلية ما بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا الجنوبية، ولذلك يتوقع البعض ان ممكن تتحد في المستقبل أيرلندا الشمالية والجنوبية مرة اخرى، لان في الاتحاد الأوروبي فرض ان ما يكونش فيه هارد بوردرز، فرض ان المملكة البريطانية تحترم القواعد خاصة قواعد المنشأ بالنسبة للمنتجات الواردة للسوق الأوروبية من بريطانيا، ودي كانت نقطة هامة جدا الاتحاد الأوروبي ملتفت ليها وصمم عليها، وهي التنافسية، ان يكون في تنافسية، ان المنتجات المصنعة في بريطانيا وحقوق العمال. هقول لحضرتك ليه، لان الاثنين يعني متعلقين ببعض. حقوق العمال لو خفت شوية بان يعني لان الاتحاد الاوروبي بيفرض قواعد كتيرة جدا وحقوق كتيرة جدا ويقيم عليها محكمة العدل الاوروبية، احنا لازلنا بريطانيا هتتحل نزاعاتها مع الاتحاد الاوروبي في محكمة العدل الاوروبية، ده وفقا طبعا برضو للاتفاقية. ولكن نرجع تاني لحقوق العمال والتنافسية. النهاردة الاتحاد الاوروبي عايز يضمن ان البضائع اللي هتخش له، لان النهاردة وفقا للاتفاقية بتحتفظ بريطانيا بزيرو جمارك على البضائع اللي داخلة للاتحاد الاوروبي. طيب احنا هنضمن ده ازاي؟ وضعوا ان بريطانيا تكون بتلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي، يعني خرجت من الاتحاد الأوروبي ولازالت ستلتزم بقواعده في حتة التنافسية وحقوق العمال، لأن لو حقوق العمال نزلت فممكن يكون في انتاج أكتر. الاتحاد الأوروبي كان خايف أن يكون يعني تترفع كفاءة الانتاج في بريطانيا بسبب خفض حقوق العمال والتركيز على تشغيل البطالة اللي موجودة دلوقتي في بريطانيا وفي ازدياد. فألزموهم أن يلتزموا بقواعد والستاندردز بتاعت الاتحاد الأوروبي فيما يخص البضائع والتنافسية في السوق
وحقوق العمال، وده أنا أعتقد أن دي كانت نقطة هامة جدا للاتحاد الأوروبي، وفعلا كسبها في جولة المفاوضات تلك، وفرض نفسه ككتلة اقتصادية كبيرة تقدر حتى تفرض إجراءاتها وقواعدها على دولة زي المملكة المتحدة. ولكن ده كان هام جدا، لأن لا زالت بريطانيا في حاجة إلى السوق المشتركة والدخول إلى السوق المشتركة الأوروبية بسبب الاعتماد الكبير على الواردات من الاتحاد الأوروبي، أو اعتماد الاقتصاد البريطاني على صادرات بريطانيا للاتحاد الأوروبي. طيب، نتحدث كثيرا عن يعني الذي ستفقده بريطانيا دكتورة جراء خروجها من الاتحاد، ولكن ما الذي سيخسره الاتحاد أيضا؟ يعني نعلم أنه في 12 مليار يورو على سبيل المثال يعني يجب على الاتحاد الأوروبي توفرهم، كانت تدفعهم بريطانيا يعني له أو تساهم في ميزانيته. دي واحدة من أكبر الخسارات اللي تخسرها الاتحاد الأوروبي، وهو الشير أو نسبة مشاركة بريطانيا في المؤسسات الأوروبية وفي يعني الاتحاد ككتلة. وده كان سبب من أسباب يعني، أو ده كان أحد أكبر الدعاية في حملة بريكزيت نفسها أيام الاستفتاء في 2016، إن الاتحاد الأوروبي في دول بتخفق اقتصاديا وبريطانيا تتحمل ثمن ذلك. فده كان اصلا يعني سبب قيام البريكزيت، ان بريطانيا توفر النسبة أو الشير اللي بتدفعه. طبعا دي خسارة للاتحاد الأوروبي، ولكن الاتحاد الأوروبي حضرتك برضو لما نبص إن هو في سياسات توسعية خاصة في غرب البلقان. نعم. طيب سأعود إليك مرة أخرى دكتورة سارة، ولكن بعد أن نقرأ هذا النبأ. إذن على كلماته على موقع فيسبوك قال الرئيس السيسي: تفقدت اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، ولقد أسعدني ما رأيت من إنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. إذن كتب الرئيس السيسي على صفحته على موقع فيسبوك: تفقدت اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، ولقد أسعدني ما رأيت من إنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. أعود مرة أخرى إلى الدكتورة سارة كارا الخبيرة في الشؤون الأوروبية، وكنا نتحدث عن خسارة الاتحاد الأوروبي وليس فقط عن خسارة بريطانيا. أكملي لو سمحتي. اتفضلي فهمت. بالنسبة للاتحاد الأوروبي طبعا هو بيحاول يعوض الشير أو نسبة التمويل البريطاني اللي خلاص انقطعت بداية من هذا العام وبخروج بريطانيا تماما من الاتحاد الأوروبي، خاصة في المؤسسات الأوروبية. بس بيحاولوا يعوضوا ده بالتوسعات في غرب البلقان بالأخص، وضم الاقتصاديات الناشئة أو الصاعدة أو النامية بشكل ملحوظ في دول غرب البلقان بالأخص. الاتحاد الأوروبي طبعا دلوقتي بقى العبء أكثر على ألمانيا وفرنسا، بما إن هم العواميد الناقضة للاتحاد الأوروبي، ولكن نجح الاتحاد الأوروبي في إنه يجعل من عبرة البريكزيت إن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن ولم يكون سهلا، وده أعتقد أن ده أكبر إنجاز قام بيه للاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الخسارات اللي ممكن اقتصاديا يكون ليها صدى آخر خاصة على السنين القادمة. طيب أخيرا دكتورة، يعني هل ما زالت المملكة المتحدة تعول كثيرا على الاتفاقات التي تريد أن تبرمها مع تكتلات اقتصادية أخرى غير الاتحاد الأوروبي؟
بالضبط، هو أصلا برضو سبب من أسباب البريكزيت أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن هي كانت شايفة إن هي مكبلة الأيادي في حرية الدخول إلى أسواق أخرى وحرية استخدام العمالة في دول أخرى مثل الدول الإفريقية بالأخص، وده اللي كان مخوف الاتحاد الأوروبي إن تكون بدون قيود أوروبية المملكة البريطانية تستغل موارد أخرى خارج عن القيود الأوروبية. وبالفعل ابتدينا نشوف توجه بريطاني للدول الإفريقية وتوجه لدول أخرى، بس هيكون في مشكلة بالنسبة للاتفاقية اللي بتقيمها دلوقتي أو بتتفاوض عليها دلوقتي أوروبا مع الصين، خاصة إن في توافق أوروبي مع الإدارة الأمريكية الجديدة فيما يخص الاتفاقية دي بالذات في الصين. فبريطانيا شوية شكلها زي ليفت أوت أو خارج هذا السباق، ولكن بريطانيا بالفعل بتشوف أسواق أخرى وبتفتح أسواق أخرى، وده في حاجة خاصة بعد أزمة كوفيد 19، هي كلها العملية متصلة ببعضها وابتدت تصب في الصالح البريطاني ومديها سرعة في التحرك بعيدا عن قيود الاتحاد الأوروبي في أن هي تقيم الاتفاقيات التجارية والتعاونية، مما يوفر لها الموارد اللي ممكن تكون خسرتها بالخروج من الاتحاد الأوروبي. ففي الأيام المقبلة هنشهد اتفاقيات كتير وأطر تعاون كتير خاصة مع المملكة المتحدة وباقي دول العالم. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، كنت معنا عبر الصوت والصورة الدكتورة سارة كيرا الخبيرة في الشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا لك. أعاد مجلس النواب الأمريكي انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة للمجلس في دورته 17 بعد 100. أقالت وسائل إعلام أمريكية إن بيلوسي حصلت على تأييد 216 عضو في مجلس النواب مقابل 208 أصوات للنائب الجمهوري كيفن ماكارثي. أترككم مع تفاصيل أكثر وألقاكم على رأس الساعة القادمة بنشرة مفصلة لأهم الأنباء.